أكد سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان أكد أن مشروع تمويل السكن الاجتماعي يقوم على علاقة تكاملية وشراكة متينة بين وزارة الإسكان وعدد من كبريات المؤسسات المصرفية والمطورين العقاريين في البحرين، ويعد مشروعا رائدا وفريدا من نوعه. المشروع يعد نقلة نوعية في ملف السكن الاجتماعي بالمملكة نظرا لما يتضمنه من آليات متطورة تسهم في خفض قوائم الانتظار وتفعيل مبادئ الشراكة المجتمعية بين القطاعين الحكومي والخاص. العام الماضي دشنت وزارة الإسكان برنامج تمويل السكن الاجتماعي وبرنامج شراء الوحدات السكنية الجاهزة. برنامج تمويل السكن الاجتماعي طبعا هذا برنامج طموح، ونأمل أن يأخذ موقع الحقيقي في خدمة المشاريع الإسكانية وخدمة المتقدمين للخدمات الإسكانية، وخصوصا يعني الفئة الشابة اللي طلباتها حديثة. وطبعا هناك اشتراطات ما في شك، أهم اشتراطاتها أن يكون عنده خدمة إسكانية، وهناك اشتراطات أخرى تتعلق بالراتب والسنة. ولكن احنا في وزارة الإسكان خرجنا من المرحلة الأولى من التدشين ودخلنا في المرحلة الثانية، بحيث دخلنا أيضا أصحاب الرواتب المتدنية، مما يتيح شريحة أكبر تنضم إلى هذا المشروع. أنا طبعا أدعو الجمهور وأدعو المواطنين للتفضل عندنا في الوزارة للاطلاع على تفاصيل هذا المشروع. المشروع هذه أو البرنامج من شأن أن يحل كثير من الطلبات.